العنصر الجمهوري السياسي الذي طبع الساحة الفرنسية في السنوات الأربع الأخيرة، جاء اجتماع أحزاب اليسار الأخير المشكل من 15 حزبا وتيارا لاحتواء الانقسامات والخصومات والتباحث في احتمالية إيجاد مرشح موحد للاستحقاقات الرئاسية لعام 2022. المبادرة جاءت من النائب الأوروبي للشؤون البيئية الذي يراهن على هذه الخطوة لاحتلال المشهد السياسي والإعلامي الذي احتلته بشكل لافت تيارات اليمين واليمين المتطرف وتيار الرئيس ماكرون الفتي. لقد خلصنا لإطلاق ورشة أفكار موسعة مع المجتمع المدني، وهناك من اقترح في هذا الاجتماع ترشيح شخصية موحدة للانتخابات الرئاسية المقبلة في سياق تسويات حكومية وتشريعية. إذا كان هناك من يتمنى الوصول إلى إجماع على شخصية موحدة لتمثيل يسار الوسط، هذا شأنهم، لكن ليس هذا هو هدف الاجتماع. إذا كان الهدف من مبادرة أطياف اليسار خلق منافسة جديدة وفقا للتقاليد السياسية المعهودة، فإن لذلك دلالات على أن الفرنسيين سئموا أسلوب الرئيس إيمانويل ماكرون في ممارسة الحكم وفي تقويضه آليات العمل السياسي المتجذرة في ثقافة الفرنسيين من خلال أحزاب وتيارات عريقة بحسب مراقبين. الفرنسيون يرفضون اليوم تلك الثورة التي فرضها إيمانويل ماكرون طوال هذه السنوات، وسيعودون تدريجيا لتقاليدهم السياسية مع أحزاب اليمين واليسار وأقصى اليسار. في هذا السياق السياسي الفرنسي الضبابي، يبقى الفرنسيون منشغلين أكثر بجائحة كورونا على الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بحسب دراسات الرأي الأخيرة. امتحان عسير ينتظر الطبقة السياسية الفرنسية التقليدية على تنوع مشاربها واتجاهاتها لاستعادة ثقة الناخبين التي فقدتها منذ 4 أعوام. شوقي أمين، العربي.